أيها الحضور الكريم، نرحب بكم في رحاب كلية الطب والصيدلة بالبيضاء. نرحب بجماعة الدار البيضاء ممثلة في سيد نائب عمدة الدار البيضاء السيد عبد الملك الكحيلي. شكرا جزيلا على الحضور سيدي. نشكر طبعا عميد كلية الطب بالدار البيضاء الذي أتاح لنا فرصة هذا اللقاء. نرحب بالأساتذة الكرام والأطباء والحضور الكريم. نرحب بممثلي جمعية المجتمع المدني وممثلي الصحافة، أبناءنا وبناتنا. أيها الحضور الكريم، باسم اللجنة المنظمة لهذا اليوم التحسيسي الأول حول الإدمان، والتي تتكون من فريق الأبحاث في الكيمياء الحيوية والتغذية وعلم أمراض الخلايا بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، بتعاون مع الجمعية المغربية للتواصل الصحي ومصلحة الإدمان بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، يوم تحسيسي ارتأت اللجنة المنظمة أن تعطي فيه توضيحات للعموم عن المواد المؤثرة على الجهاز العصبي، على اختلافها وكيفية تأثيرها في الجهاز العصبي وعلى الصحة عموما. كما سيتم تقديم الاستراتيجية الوطنية للوقاية وعلاج الإدمان وبعض التجارب الميدانية حول علاج الإدمان، وسنختتم اللقاء بمناقشة دور المجتمع المدني في الوقاية وعلاج الإدمان. لماذا هذا الاختيار؟ لماذا الحديث عن الإدمان؟ حسب إحصائيات المرصد الوطني للمخدرات والإدمان لسنة 2015، فإن 800,000 مغربي مدمن على المخدرات. أكثر من 750,000 يدمنون استهلاك القنب الهندي، وبين 50,000 و70,000 يدمنون على استهلاك الكحول، و20,000 مدمنون على الهيروين. الخطير أن تلميذ من أصل 5 في المغرب استهلك السجائر على الأقل مرة واحدة في حياته، وتلميذ من 10 استهلك القنب الهندي. الدراسة أكدت أن التلاميذ يقتنون المخدرات غالبا من أمام المؤسسات التعليمية. قد نجمع المعطيات ونحدد المؤشرات والمؤثرات ونحصي حجم الاستهلاك ونضع السياسات، ويبقى واقع الإدمان حقيقة أكثر منه ظاهرة، ينمو مع أبنائنا في المؤسسات في شكل حلويات وأسماء قد لا يعرفها الأطباء: شكليطة، المشيطة، الغريبة، الفانيدة والقاتلة، واللائحة طويلة جدا. وأصبح التلاميذ أنفسهم مهندسي إدمان يستعملون مواد خطيرة في إبداعات نحو عالم آخر. إن هذا الواقع يطرح حدود المسؤولية ودرجاتها في المقدمة: مسؤولية الدولة بسلطتها التشريعية والقانونية والرقابة على المنتجات المخدرة العابرة للحدود، واقع يطرح مسؤولية المراصد والمراكز في تقديم المعلومات الضرورية في مجال الوقاية وعلاج الإدمان بخلق شراكة مع أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية والإعلام، بمد جسور التواصل ووضع برامج صحية للمراقبة والمتابعة ثم التنسيق والتشاور مع خبراء متخصصين. كيف تنفع الأيام الدراسية أو التحسيسية والمراصد الوطنية والدولية في علاج أو في معالجة آفة العصر، بل آفة العقل عبر العصور؟ وأي علاج يصلح ما أصاب العقل والإرادة؟ كيف ينفعنا مثل هذا اليوم التحسيسي؟ إننا بتنظيم هذا اليوم نهدف إلى توضيح المفاهيم مسيرة دورة الإدمان بحلقاتها المختلفة: المعتمة ثم الضوئية، المهلوسة والمتزنة، بين الانتشاء والاحتياج، لنبلغ معا بصيص الضوء في آخر النفق. أجدد الترحاب بكم اليوم أيها الحضور الكريم لهذا اللقاء أو هذا اليوم الأول التحسيسي حول الإدمان، وأتقدم بالشكر الجزيل مرة ثانية للأساتذة الحاضرين وللجنة التنظيمية. وبدون إطالة عليكم، نمر إلى الأستاذة لمياء حجيج، أستاذة جامعية تخصص الفيزياء الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، لتعطي مداخلتها الأولى. شكرا أستاذة حجيج.